الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلاب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير نظريات ونماذج التمدن السائدة إلى هذه اللحظة، أو ما يسمىها Urbanization Model، وعلى بركة الله نبدأ. الآن يعرف التمدن Urbanization بأنه تركز جزء من السكان في المدن. أوكي، إذن هو تركز Urbanization أو التمدن Urbanization هو تركز جزء من السكان في المدن. أدى ظهور المدن منذ قديم الزمان إلى نشوء وارتقاء مبدأ تقسيم العمل، مهم جدا ربط الأفكار الاقتصادية مع بعضها بعضا. تقسيم العمل يعود إلى أيام أفلاطون قبل الميلاد، واستخدمه آدم سميث في يعني شرح نظريته في ثروة الأمم and division of labor. هذا الآن نشوء المدن أدى إلى نشوء وارتقاء مبدأ تقسيم العمل وارتفاع مستوى المعيشة لسكانها. وعادة ما يطلق علماء الاقتصاد الاجتماعي أو الحضري كذلك الأمر على الحقبة الزمنية منذ العام 1750 يطلق عليها ثورة التحضر الثانية Second Urbanization أو Urban Revolution، هي بالأحرى Urbanization Revolution. وخلال 180 سنة الماضية على وجه التحديد شهد العالم توسعا كبيرا في المدن الموجودة أصلا، وزيادة في إنشاء المدن الجديدة وبخاصة في أوروبا والأمريكيتين. منها ما أصبح يعرف بالمدن ذات الضواحي Metropolitan، ذات مدن ذات الضواحي، والمدن الكبرى العظمى Megapolis، هذا مهم جدا المصطلح، مثل نيويورك، لوس أنجلوس، طوكيو، لندن وباريس. أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في استهلاك الموارد الطبيعية الأحيائية واللا أحيائية، وإدخال تغيرات واسعة على استعمالات الأراضي وما صاحبها من آثار عظيمة على الإيكولوجيا والبيئة الحاضنة للبشر وأنشطتهم الإنتاجية والاستهلاكية. لاحظوا كيف الآن أثر تمدد المدن على الإيكولوجيا والبيئة الحاضنة للبشر وأنشطتهم الإنتاجية والاستهلاكية واستعمالات الأراضي. نتابع. حاول عدد من منظري الاقتصاد الحضري والاجتماعي وضع النظريات التي تحكم إنشاء وتوسع المدن والمراكز الحضرية، وبخاصة ما يتعلق منها بالسكان وأنماط سكناهم ومعيشتهم وأثر ذلك على واستعمالات الأراضي والبيئة والأكولوجيا وعلى كثرة النظريات. نذكر منها أهم ثلاثة، هناك نظريات كثيرة لكن أهم ثلاثة هي ما يلي الآن. أولا نموذج تراكز Concentric Model، نموذج التراكز هكذا ترجمته باللغة العربية أنا. فConcentric Model طور عالم الاقتصاد الاجتماعي إرنست بورغاس في العام 1920 طور هذا النموذج. رأى بورغاس من خلاله هيكلا فضائيا لمدينة شيكاغو الولايات المتحدة، يعني تصور كيف كانت الولايات المتحدة أو شيكاغو في العام 1920، تصورها بأنها مكونة من دوائر متعددة لكنها تشترك في مركز واحد تحيط به حيازات منتظمة وكأنها تشع من المركز نحو الأطراف. أطلق بورغاس تسمية حلقة لوب على مركز المدينة المكون من أبنية تجارية تخدم قطاع الصناعة والأعمال. هذا الآن هو نموذج بورغاس. لاحظوا اللوب، هذه سماها اللوب اللي هي الحلقات. فهنا الآن هاي الحلقة اللي هي مركز المدينة، الصناعات تكون على الحلقة التي تليها، ثم مساكن العمال، ثم مساكن الطبقة الوسطى، ثم مساكن الأثرياء. فلاحظوا لي كيف الآن هنا الآن مركز المدينة السيفيك سنتر أو السيتي سنتر نسميها احنا. فهاي الآن هي الحلقة الأولى. نبدأ عندما ننطلق من الحلقة الثانية، هي المصانع الآن التي تحيط بالمدينة بهذه الحلقة المباشرة بعد السيتي سنتر، ثم ننطلق إلى مساكن العمال، ثم مساكن الطبقة الوسطى، ثم منازل الأثرياء. هذا الآن هو نموذج التراكز Concentric Model الذي تصوره عالم الأربنازيشن أو عالم الحضر الاقتصاد الحضري أو التمدن والاجتماعي إرنست بورغاس. نتابع الآن عن النموذج الثاني. يحيط بالمركز الآن طبعا نفس النموذج السابق بالمركز بشكل مباشر حيازات مخصصة للمصانع، تأتي بعد ذلك حيازات مخصصة لمساكن العمال كما ذكرت الذين يشتغلون في المصانع، ثم تأتي الحيازات المخصصة لمساكن الطبقة الوسطى وهم المدراء والموظفون من ذوي اللياقات البيضاء white collar اللي هم يعني
اللي الذين يعملون بالمكاتب متميزين بماذا؟ بالأجور والرواتب العالية. وأخيرا تأتي الحيازات المخصصة لمساكن أثرياء، وهم بالعادة أصحاب رأس المال والمالكين المصانع وخدمات النقل والتوزيع. هذا النموذج الثاني مرة، هذه الحلقة المركزية، ثم الحلقة التي تليها، الحلقة التي تليها الحلقة، وأخيرا آخر إيش الحلقة. فهنا الآن السيتي سنتر، تأتي المصانع، تأتي مراكز العمال، مساكن العمال، ثم مساكن الطبقة الوسطى، ثم مساكن الأثرياء. ننتقل إلى النموذج الثاني بإذن الله الآن، نموذج القطاع سيكتور موديل. طور هذا النموذج عالم الاقتصاد الحضري والاجتماعي هومر هويت في العام 1939. رأى من خلاله استعمالات محددة لحيازات الأراضي، ونتيجة لتطور وسائط النقل في المدن وأطرافها كالقطارات والحافلات وسيارات الأجرة، تصور هويت بناء المنشآت الصناعية على طول خطوط وسائط النقل هذه التي تمتد إلى وسط المدينة. لاحظوا الآن، وزع هويت استعمال حيازات الأراضي إلى 4 قطاعات: يعيش الفقراء قريبا من المصانع، يعيش أبناء الطبقة الوسطى في الحيازات المتاخمة لحدود مساكن الفقراء، ثم أخيرا يعيش الأغنياء في آخر الحيازات المخصصة لهم وهي على الأطراف القصوى. وقد انطبقت رؤياه وإلى حد ما على مدينة لندن وبعض المدن الأوروبية الكبرى. هذا الآن هو النموذج الذي تصوره هومر هويت، هذا المركز الآن. لاحظوا لي كيف يعني المساكن الآن، الفقراء هنا، تجارة الجملة والصناعات الخفيفة. الآن نأتي على مساكن الطبقة الوسطى، هذه البنفسجية هنا الزرقاء، وهنا مساكن الأثرياء التي أتت على أقصى الطرف. هذا هو نموذج هويت في تصميم المدن. النموذج الثالث الآن هو نموذج متعدد النوعيات Multiple Nuclear Model. طور هذا النموذج الجغرافيان شونسي هاريس وإدوارد أولمان. شونسي هاريس وإدوارد أولمان في العام 1945، وقد أدخل هاريس وأولمان بعض التعديلات على النموذجين السابقين، ومنها ما سمي في حينه محلات التسوق الكبرى باسم شوبينج مول. شوبينج مول الآن في المنطقة، الدول العربية مليئة، عمان، أبو ظبي، دبي، شوبينج مول، والمناطق الصناعية وأحياء السكن الواسعة على أن تكون مصانع على أطراف المدينة بسبب رخص الأراضي. هذا الآن النموذج الذي تخيله الجغرافيان شونسي هاريس وإدوارد أولمان. لاحظوا الآن أن الألوان لها دلالة، لكن دعني أكمل هنا. تدل الألوان في هذا النموذج والمشابهة لألوان نموذج القطاع على تخصيص حيازات الأراضي لنفس الغرض المبين في نموذج القطاع. أما الألوان الجديدة فهي تشير إلى تخصيص الحيازات الاستعمالات المبينة في المربعات المرسومة تحت شكل نموذج. الآن لاحظوا لي هنا صناعات ثقيلة، هنا الآن أحياء سكنية من بينهم المناطق الصناعية هذه الخضراء الخفيفة، هنا الآن منطقة الأعمال. وبالتالي الآن هذا هو نموذج شونسي وهاريس، شونسي هاريس وإدوارد أولمان اللي هو متعدد النوعيات. نكمل الآن. في جميع الأحوال أدى التوسع في المدن وهجرة القوى العاملة من الريف إليها إلى تغيرات واسعة النطاق على بيئة وإيكولوجيا الأراضي. انتبهوا، أرجو الانتباه، أنه توسع المدن وهجرة القوى العاملة من الريف إلى المدن أدى إلى تغيرات واسعة النطاق على بيئة وإيكولوجيا الأراضي التي خصصت المدن أو التوسعات فيها. أدت إلى هذه التعديلات في استعمالات الأراضي وزيادة السكان إلى استهلاك كمية كبيرة من موارد الطبيعة المتجددة وغير المتجددة والأحيائية واللا أحيائية. الآن هذا المثلث البيراميد هذا يدل على أنه كيف يعني ارتبط دخل الفرد من خلال التوسع في المدن. لاحظوا لي هنا أفقر مليار يعيش الواحد منهم على أقل من دولار، هنا 2 مليار من البشر، في هاي إحصائي سنة 2013، 2 مليار إنسان يتراوح دخل الواحد منهم بين 360 إلى 300 إلى 730 دولار سنويا. مليار إنسان يتراوح دخل الواحد منهم بين 730 و 1500 دولار سنويا. وهنا الآن مليار و 700 مليون لو مليار إنسان 1.7 مليار إنسان تتراوح دخولهم بين 15,520 و 20,000 دولار سنويا. أما 5 أشخاص من كل 10 ملايين أتوا في قمة الهرم. لاحظوا لي
خمس أشخاص من كل 10 مليون اللي هم 300 مليون يزيد دخل واحد منهم عن 20,000 دولار سنوياً. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجياً أن أكون قد قدمت الفائدة لكم جميعاً أحبة الطلبة والمتابعين حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب جداً بإذن الله تعالى.